السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. سجلها متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيه للطن، حديد بشاي 18070 جنيه للطن، حديد العتال 18050 جنيه للطن. بينما سجل سعر الحديد اليوم في حديد المصريين 17570 جنيه للطن، حديد الجرحي 17850 جنيه للطن، حديد الكومي 18000 جنيه، حديد الجيوشي 18000 جنيه، كما سجل الحديد العشري 18000 جنيه، وحديد المعادي 18000 جنيه، وحديد مصر ستيل 18000 جنيه ايضا. وسجل حديد الدخيله 18170 والمراكبي 17850 وعطيه 18070. اما المصانع الاستثماريه كما هي السعر فيها 17200 و17500 ليصل للمستهلك ما بين 17500 و17700 جنيه للطن. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.